وللحديث عن تواصل الحرائق في العراق والاتهامات للحكومة بالمسؤولية عن ضعف منظومة إطفاء الحرائق ودور الميليشيات بها، معنا من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ما تقييمكم لهذه الحرائق المستمرة في العراق والتي تتسبب بخسائر بشرية ومادية وحرائق موجودة في العراق بشكل يومي؟ نعم، تحية مسائية لك ولجمهورك الكريم وللعراقيين جميعا. يعني بالبداية اليوم خلينا نحترف بصراحة بأن العراق في وضع قلق وخطر جدا. نعم. باعتبار أنه أصبح شبه مهدم بعدم وجود كل البنى التحتية الحقيقية وعدم وجود أي قانون يحمي المواطن أو المؤسسات أو كل ما من المباني على الأرض. هذه الحرائق سيد الكريم مفتعلة شئنا أم أبينا، يعني والحكومة هي أيضا لديها قناعة تامة بأن هناك جهات تسعى لافتعال هذه الأزمات، مرة لتصفية الحساب فيما بينها ومرة لإيصال رسائل ربما حتى إلى الحكومة نفسها بأننا لازلنا على الأرض وباستطاعتنا تغيير المشهد وباستطاعتنا افتعال الأزمات. طيب، هنا أيضا ماذا عن منظومة الحرائق ومنظومة إطفاء الحرائق في مؤسسات الحكومية في مختلف الوزارات والدوائر، يعني تحوي على ملفات مهمة، ملفات حساسة جدا، ألا يفترض بالحكومة أن تقوم بتقييم دوري لهذه المنظومات؟ ونشهد في كل فترة احتراق طابق هنا وفي هذه الوزارة وفي هذه المؤسسة، كيف تقيمون دور الحكومة في عدم متابعة مثل هذه المنظومات؟ يعني سيدي العزيز، للأسف الشديد لا يمتلك العراق حتى منظومة إنذار مبكر لحالات التي تنجم عنها الحرائق، رغم أنه الحرائق تكررت أكثر من مرة، يعني ما مر أسبوع إذا ما كان حريق في مؤسسة أو في دائرة أو في بناية، وأصبحت حتى يعني إحنا هسه كان الحريق يلهم مثلا الحالة المادية، المواد وصلت أنه بالحد أنه حتى المواطنين يعني بدينا نفقدهم بسبب هذه الحرائق، لانه حرائق كبيره. نعم. ناتجه عن انفجارات، ناتجه عن عصف، ناتجه عن عمليه دقيقه، وبالتالي اليوم يعني انا احمل حتى الدفاع المدني وان كان هو يبرر بانه لا توجد له منظومه، ليست هناك خطه للطوارئ، لا نستطيع مواجهتهم. احنا كنا يعني في ذاك الزمن حتى على المحلات هناك تفتيش. نعم. انه يجب على كل محل مهما كان صغير ام كبير توجد لديه لمعالجة الحرائق يعني ما يسمى بالعامية مطفاية، وكذلك تهوية المنطقة لازم ما تكون بها المخازن تحوي على مواد شديدة الانفجار أو قابلة للاحتراق. لكن للأسف حجم الفساد المستشري في الجسد العراقي أوصلنا إلى هذه الحالة، حتى الكشوفات أو اللجان اللي تطلع على هاي الأبنية هي مستعدة أن تأخذ مبلغ من المال مقابل أن تتستر أو تكتفي بغرامة بسيطة جدا يدفعها صاحب العقار أو صاحب الشركة أو صاحب المشروع مقابل أن لا تطالبه بهذه مقومات الأمان كما تسمى. نعم. أيضا مديرية الدفاع المدني تقول أن الحرائق في العراق تصل إلى 30,000 حريق في السنة. هذه الحرائق ربما تكون صغيرة يعني هنا وهناك، ولكن هيئة الاستثمار تقول أن حريق المدينة المائية في النجف هو حريق مفتعل. لماذا لم تتم تسمية الفاعلين بأسمائهم سواء كانوا ميليشيات أو أحزاب أو جهات معينة، وهو حريق كبير يعني شهدته المحافظة؟ يعني بكل تأكيد عصابات الفساد، بل ليست عصابات بل هي ديكتاتوريات الفساد المتنفذة في الحكومة العراقية أو في الجسد العراقي كما قلت لك، قادرة على أن تقيم مشروع يفتقد إلى أبسط مقومات البناء، إلى أبسط مقومات الأمان. ورأينا بالفترة الأخيرة حتى أبنية سقطت، يعني هسه لو الحريق يقدر يقول لك يطلع لك بتماس كهربائي، يطلع لك إياها بحجة أنه فيها مواد قابلة للاشتعال، لكن بناية كاملة تسقط على رؤوس ساكنيها أو على رؤوس المراجعين، هذه كارثة كبرى. 30,000 حريق بالسنة، يعني هاي حرائق الغابات ما وصلت لهيجي، مع العلم أنه الوضع العراقي يفترض أن يناقش، يفترض أنه لما يصير الكارثة ما تتكرر، بس احنا شفناها. يعني كارثة اللي تحدثت عليها القرية المائية في النجف تلتها بعد يومين حريق أشد منها، وهو الحريق اللي وقع بمحلات الوزيرية. نعم. واللي راحوا نتيجة أكثر من 10 شباب في السرداب وصارت جثثهم متفحمة،
للأسف الدم العراقي أصبح رخيص إلى درجة أنه يفتح التحقيق ولكن بعد كم يوم تنسى القضية. يبدو أن المسؤولين أو يبدو أن المتورطين يعتمدون على الذاكرة السمكية اللي يتمتع بها العراقي بحيث ينسى جراحاته. أما هذا تكرار الحرائق فمؤشر خطير يدل على أننا للأسف الشديد على إطلال دولة، وإلا ما هكذا تكون حرائق في بلد يفترض أن لا تقع فيه هكذا أخطاء ولا تقع فيه هكذا حرائق. وصلنا إلى نقطة أن ناشطون وصحفيون عراقيون يربطون بين ارتفاع نسب الحرائق في العراق وبين فرض الميليشيات للأتاوات على المستثمرين، بحيث يعني إذا ما حصلوا على أتاوات أو دعم أو أموال يقومون بحرق هذا المشروع من باب التهديد. طبعا بكل تأكيد أنا بداية الحديث قلت لك يعني أنا أعطي احتمالية 90% من الحرائق هي مفتعلة بل ومشخصة. لكن احنا نجي على موضوع الدفاع المدني، يعني لا يكون الدفاع المدني بعيدا عن الاتهام، بعيدا عن ملفات الفساد، بعيدا عن انه لديه اليد الطولة، هو يكتفي بصياغة تقارير تكون حماية له عندما يفتح تحقيق في الموضوع. وما اكثر التحقيقات التي فتحت باعتبار ان الدفاع المدني قد سجل إشكالية او سجل تخوفه من انه هذه المادة غير صالح للبناء أو أنه هذه البناية يفترض أن تكون بها، ولكن يفترض أن يكون للدفاع المدني باعتباره جزء من وزارة الداخلية لديه قوة يمنع بها يغلق المكانات. يعني هسه القرية المائية لو تجي راح يطلعوا لك الدفاع المدني سجلاتهم يقول لك أنا تم إنذارهم تم تغريبهم، بس هذا مو كافي. بس هو بنفس الوقت أنا ما أقدر أضغط عليه أو أقول هو السبب، لأنه إذا ظل يطالب أو ضغط أكثر معناته قد يعرض حياته للخطر، وبالتالي هو يكتفي بما يحمي به نفسه. وحتى المدونين وحتى الإعلام وحتى نحن الذين نحاول أن نشخص الأخطاء لا نستطيع إيقاف هذا الخلل، لا نستطيع إيقاف هذا الفساد، لا نستطيع الوقوف بوجوه هذه العصابات التي تعبث في الأرض فسادا. نعم. من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب، شكرا جزيلا لك.